ألو، من معي؟ هلا خالتي، أنا غزلان. غزلان؟ خيري ومش فيكم؟ خالتي رافد بموقف صعب وإحنا لازم نساعده. يعني شنو بموقف صعب؟ الصاير؟ قاعد يقع على تليفونه وتليفونه مسكر، أكيد يمسكوه. شنو يعني يمسكوه؟ قبضوا عليه؟ شو مسوي؟ عمتي بلغنا سفارة. الحين هو شو مسوي عشان تصرفه معاك؟ هو مخالف بنود العقد، هذا اللي فهمته من البويس مال غزلان. بتسافر له حمني؟ مني له باكر، إذا ما عرفوا له السفارة طريقة أسافر له. أنا ابتديت بالحملة على السوشيال ميديا خالتي، والحمد لله الكل متفاعل معاها، وبعد شوي راح أطلع لايف على الانستغرام. ما إحنا مخلينهم، رافد راح يطلع يعني يطلع. إن شاء الله يا حبيبتي، وإحنا بعد تصرفنا من صوبنا وكلمنا السفارة، وإن شاء الله تفرج.